عسلامة ومرحبا بيكم أينما كنتم، مرحبا بيكم في العدد الجديد من برنامج ثو ستارز. أذكركم للمشاركة في برنامجنا تنجموا تشاركوا معنا على طريق الميل تاعنا هو thestars.tunisia@gmail.com وإلا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك ثو ستارز، وتنجموا تتفاعلوا معنا وتعملوا سبسكرايب عشان يوتيوب تاعينا. مع ثو ستارز خليك أنت النجم. سيف اليوم في برنامج ذا ستارز الفنان التونسي محمد لبيب. محمد مرحبا بك في برنامج ذا ستارز. مرحبا بك خويا كمال، ومرحبا بمتابعين ذا ستارز. ان شاء الله نعديو وقت حلو معكم ان شاء الله. باش نتعرفوا عليك اكثر باش نمشيو توا البورتري، بعد نحكيو معك اكثر. نمشيو البورتري بعد نعاودو نرجعو في برنامج ذا ستارز. محمد لبيب أصيل ولاية القيروان، فنان وملحن وموزع. درست الموسيقى بالمعهد الجاوي بالقيروان، تلمذت على عدة أساتذة منهم الأستاذ ناصر القوامي والأستاذ شكري الكداح والأستاذ حاتم دربال. نوجه لهم تحية خاطر شجعوني برشا وخلوني نأمن بروحي باش نقدم الموهبة هذه للناس الكل، وقاعد نطور من روحي اكثر. وان شاء الله يا ربي معناتها كل انتاج نقدمه جديد ينال اعجابكم، وانا ديما اللوج على الافضل والتميز. محمد لبيب. ورجعنا لكم بعد بورتري. مرحبا بك محمد. مرحبا بك. قل لي محمد، وقتاش بديت مسيرتك الفنيه؟ مسيرتي الفنيه مليانة صغير في كورال باران تغيير بقياده الاستاذ ناصر القوامي، ومن ثم بديت نطور روحي بشويه بشويه، وقريت في المعهد جاوي بالموسيقى بالقيروان. درست العازف وبديت انطلق. به اول ظهور التلفزي بديت فيه وقتها سنة 2013 في برنامج انتي ستار قناة حنبال. اول اغنية قدمتها للفنان الموسيقار سيد المكاوي، وتعديت للمرحلة الثانية. المرحلة الاولى كان فيها نسبة تصويت كبيرة، تقبلوني الناس و خذيت صدى بالقدي برنامج وقتها السيزون الثانية، وتقبلوني الناس وقتها بالأغنية ذيك ما تفتنيش أنا واحد. محمد وقتاش بديت في الانتاجات أغاني خاصة؟ بديت في الانتاجات أغاني خاصة سنة 2015 بأول أغنية خاصة يا مالك قلبي، من تلحيني وكلمات محمد بن سعيد و توزيع منتصر محمد علي. قل لي محمد، شاركت في المهرجانات؟ اي شاركت في المهرجانات، مهرجان سيدي ظاهر سنة 2013 حصلت على الجائزة الاولى الحمد لله. مهرجان سيدي ظاهر كأول مشاركة لي مش سهلة وقت خاطر من بين الولايات ما بين المهدية وسوسة والقيروان وتقريب بنزارت حاجة كمن هاك. وخسيت منهم جوائز؟ خذيت جائزة الأولى، حصلت على جائزة الأولى، هذيك أول جائزة حصلت عليها. بيه محمد، أحكينا على أغنيتك الجديدة عيش حياتك. عيش حياتك من ألحاني وتوزيعي، كلمات خليل العداوي، ميكساج وماسترينج عصام محفوظ. عيش حياتك تحكي على حالة البلاد من الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وفيها نظرة تفاؤلية لتونس كل، وتصورت في مدينة القيروان. ومن طوحة بيت معناتها نعطي إيماج به للقروان، معناتها تخرج من القروان الحكاية على تونس كامل، وحبيت نعطي فيها ميساج معناتها كونه لازم معناتها نكونوا ديما متفائلين، وختم على الوضع هذا الصعيب تعرف التونسي توا ولا ديما معناتها مستريسي ولا على اعصابه، لازم نعطي ميساج. ما حبيتش انا نعمل اغنيه رومانسيه، قلت خلي نعطي ميساج معناتها للتونس الكل بالاغنيه الاكستري، هي دقيقه و30 ثانيه، وان شاء الله تاخذ نجاح كبير ان شاء الله. محمد سمعنا منها حويشه
اوكي. وعلاش ديما مهموم تخمم من الدنيا دروس تعلم ولا تلوم على ايام وما تديرهاش حكاية في بالك اضحك خلي تزهالك ما كاين لي بروبلام ويا الله عيش حياتك وافرح بنهار جديد سافر باحلامك طير معالي بعيد عيش حياتك وافرح بنهار جديد سافر باحلامك طير معالي بعيد وغني معايا وقول خلي اللي يصير يصير خلي اللي يصير يصير خلي اللي يصير يصير قدة ربي غدوة خير خلي اللي يصير يصير خلي اللي يصير يصير خلي اللي يصير يصير قدة ربي غدوة خير قدوة ربي غدوة خير. يعطيك الصحة محمد. عايش نصيبك وعايش. بيه محمد توا عنا فقرة تالون فقرة المواهب. ذكر مشاهدين للمشاركة في برنامجنا ما تجب تبعثون على الميل تاعنا هو swissstars.tunisia@gmail.com swissstars.tunisia@gmail.com ولا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك swissstars ولا تجب تتفاعلوا معنا على شين يوتيوب تاعنا كمال عويش. تعطيه محمد فقرة تالنت بعد نعطوا نرجع معك في برنامج تو ستارز. أوكي. في فقرة تالنت جبناكم الشاب تونسي محمد سويدنية. مرحبا بك محمد. مرحبا بك عايشك. مرحبا بك في برنامج تو ستارز. عايشك الله يبارك فيك ومرحبا باللي تفرجوا فينا الناس الكل. عايشك. باش نتعرف عليك أكثر عملنا لك بورتري. نشوف البورتري نعاودو نشوف برنامج تو ستارز. محمد أمين زواتنايا 24 سنة من قيروان نقرا سيزيام اني ميدسين في روسيا ونتخرج السنة إن شاء الله. لي تالون تاعي هما برانسيبالمون نشطح مايكل جاكسون عندي 10 سنين يعني مايكل جاكسون امبرسونيتور نكتب أغاني نكتب دي بوام نعمل بيت بوكس نمثل ونقلد شخصيات. محمد أمين مرحبا بيك. محمد غرامك أساسي هو الدانس. أيه. وحكي لي كيفاش غرامك دانس. بدا غرامي بالدانس ملي أنا صغير بالكل. أول ما بديت نتفرج على الكليب فيديو لي كومبيتيسيون كيما سو ثينك يو كان دانس أمريكاز غوت تالنت بريتن غوت تالنت دونك نحاول نقلد في لي دانسور اللي عجبوني نشوف حاجة معناها دانس كوريغرافي حاجة كيما هكا نحاول نقلدها. وبديت بشوي بشوي نلقى روحي النجم معناها بدني يساعدني باش نعمل كنت نعمل ستيل هيب هوب دونك قلت كنت معناها مغروم بجابا ووكيز بكريس براون بأشر كنت نحاول معناها نشطح على لي شانسون تاعهم وعلى لي كوريغرافي نحاول نتعلمهم تاعهم وفوالا بشوي بشوي لين اون 2010 تغرمت بمايكل جاكسون دونك بديت نقلد فيه هو من 2010 حتى التوا هذاك سبيسياليتي نتاعي معناها مايكل جاكسون. باهي محمد امين احكي لنا عن مشاركتك ستودنت سبرينغ فيستيفال في روسيا. بديت مشاركتي في الكونكور ستودنت سبرينغ بروسيا ستودنت كافيسنا دونك بديت ان 2017 شاركت في الكاتيجوري نتاع دانس جيت خذيت بريمي بلاس ديبلوم بيير في ستيبيني بريمي بلاس. En 2018, عاود شاركت فيه خذيت بريمير بلاس كيف كيف في كاتيجوري نتاع الدانس. 2019 خذيت ديبلوم مير بيرفورمانس في المسابقة هذيك ونذكر انه معناها كل عام يشاركوا معناها من الريجيون نتاعنا كهو من أستراخان من 900,000 كل عام. En 2020 شاركت فيه مي بكاتيجوري اخرى بكاتيجوري تياتر معناها كتبت بويم وجسدتها بدون مانيير تياترال وخذيت دوزيام ديبلوم ديبلوم دوزيام بلاس. اما في الدانس معناها خذيت بريمير بلاس 2017-2018 ميور بيرفورمانس 2019. محمد شاركت في فيلم سرفايفر. سرفايفر. لو كنت تحكي لنا على دورك تاعك شو دورك؟ الدور نتاعي كان دور صغير بويسكو اول تجربه ليا معناها في التمثيل. انا مغروم بالتمثيل كيف كيف ملي انا صغير معناها نتفرج على افلام نحاول نجسد الشخصيات اللي عجبوني.
ودونك الدور متاعي هو بدأ من الأول كدور متاع مواطن يعني جست مواطن. بعد عملوا لي رول سبيسيفيك معني أنا اللي هو دور متاع إمام. الفيلم هذا هبط ولا ما نسيل ما هبطش؟ لا مازال نورمالمون يهبط 2020 ما تعطل بالكورونا دونك أجلوه 2021-2022 هو في الفاز بوست برودكشن توا. تعرف قلت ممثلين قلت لي زيد اي انا من غرامي بالتمثيل كي نجسد نعود نجسد لي بيرسوناج اللي يعجبوني. تعلمت من وقتها كيفاش نقلدهم معناها يعني في الماشيه في الكلام في الجريماس في الاكسون تاعهم. تعرف كل ممثل عنده الاكسون تاعو واحد من نورثرن بريتش واحد من ساذرن بريتش واحد بالامريكان اكسنت تاعو دونك سورتو تغرمت معناها بالافلام اللي تغرمت بهم تقليد الاصوات هما سون دي فيلم أنا من بريطانيا دونك تعمقت في البريتش اكسنت وتعلمتها منيح باش نجمت نقلد ونتعلم كيفاش نقلد لي بيرسوناج اللي مغروم بهم اللي هما بريتش. تشم قلت لنا حاجه قلد شكون مثلا فيلم The Lord of the Rings قلد 18 كاركتير منهم بار اكزامبل اصوات نتاع الاوركس اوركس معنى نبدأ طبعا قلد I'm starving we ain't had nothing but maggoty bread for 3 stinking days yeah why can't we have some meat what about them they're fresh they are not for eating the master wants them alive they have a weapon an elvish weapon the master wants it for war what about the legs they don't eat those ooh they look tasty ثم تروى بيرسوناج أوركس قلدوا غاندالف اللي هو ويزرد ورجل كبير معناها A wizard is never late, Frodo Baggins Nor is he early He arrives precisely when he means to You cannot pass I'm the servant of the secret fire Wielder of the flame of Valnor Dark flame will never fail you Flame of Udun Go back To the shadows, you shall not pass. وشخصية سميغول هي معروفة بالقدية في الفيلم هذا. قولهم. We want it. We need it. They stole it from us. My own. My love. My. Precious! Where would you be without me? Gollum! I saved us! It was me! We survived because of me! Go away! Go away! You don't have any friends! Nobody likes you! You're a liar! And a thief! Murderer! يعطيك الساعة سيدة قلت لي عملت تشيزة هاري بوتر اي بعض من شخصيات بتاع هاري بوتر كيما مثلا بروفيسور سنيب مستر بوتر tell me بوتر why isn't every problem upon you and Mrs. Hermione Granger and Mr. Ron Weasley, turn to page 394. يعطيك الصحة محمد أمين. إيش قولك لبيب؟ الله يتبارك الله عليه ما شاء الله تقول عليه تفرج على فيلم توا. MBC 2. MBC 2. تبارك الله عليك. لا عشك ميرسي عشك. ولد بلادي. أكيد نواشو أهلينا في قروين. تونسي كل بالحق ولادة من تونس حتى من قردين ولادة بالمواهب هذه محمد يمين غرامك الثانوي سيدة هو البيت بوكس ايه تغرمت زادة بالبيت بوكس انا من معناها البيت بوكس والدانس والتقليد انكلو في ستة غرامات معناها اللي قاعد نعمل فيهم بيت بوكس كغرام ثانوي زاد بدا من انطلاقا من مايكل جاكسون من لي ميوزيك نتاعو
دونك خاطر مايكل كي يبدا باش يلحن الغنايات نتاعو الكلمات نتاعو يبدا يعمل لهم بيت بالبيت بوكس حضرهم بعد البيت بوكس هذاك يردوا دي نوت ميوزيكال يعزفهم ويسجلهم دونك تغرمت بالبلوفات كيفاش مايكل يبدا قاعد ويجيه لي بيت معناها literally يهبطوا عليه يعني حاجات الهام تجي بيت بوكسي ومن البيت بوكس هذاك ينطلق ويعمل غنية كامل كيما الغنية نتاعو الكل تنجم تسمعنا مقطع قصير بيت بوكس مايكل اي بار اكزومبل فما بيلي جين اللي هي من الروائع نتاع مايكل جاكسون هذه بيلي جين another example مثلا عن You Rock My World فما مثلا Heartbreak Hotel فما Smooth Criminal هذوما دي زيكزامبل من لي بيت بوكس تعلمتهم من مايكل جاكسون عندي زادة لي بيت بوكس من الكومبوزيسيون تاعي انا من تلحيني انا اللي بعد ما تعلمت لي بيت بوكس تاع مايكل جاكسون حاولت نعمل دي كومبوزيسيون تاعي انا دي فري ستايل ومن معناها من تلحيني انا مثلا عندنا فما زادة فما زادة هذيك الساعة محمد أمين محمد تيمين البيت بوكس هذا قدمت للببليك لا البيت بوكس كم كي حاجة معناها سكوندير نعمل فيها دونك خليتها روحي معني كي جوست بور مفير بليزير اموا ميم معناها الحاجة الببليك اللي قدم فيها هي دانس سيتو واضح محمد تيمين كلمة ختام شو تحب تقول نحب نقول شكرا على الاستضافة ونحب معناها نقدم شكر لعائلتي كل العائلتي الموسعة يعني كبيرة وشكر لأصحابي وشكر لأهل القيروان الكل وتونس بصفة عامة شكرا ليك اللي كنت معنا في البرنامج The Stars مرحبا مشاهدينا الكرام ساكتكم انتم سادة تشبوا تشاركوا معنا في برنامجنا معلك وكيد تبعتونا مشاركتكم على الميل تاعنا thestars.tunisia@gmail.com thestars.tunisia@gmail.com على الصفحة الرسمية على فيسبوك thestars ولا تنسوا تتفاعلوا معنا أيضا على شان يوتيوب كمال عويش موجود على أسفل الشاشة
ماستر ستارز خليك انت نجم. رجعنا لكم بعد دالون في برنامج ستارز ومعنا الفنان محمد لبيب. محمد كيفاش بديت توزع؟ والله بديت التوزيع من 2017 مع التجربة الحقيقية عندي أنا من أغنية تعبني البعد. اكتشفت روحي في التوزيع بحكم أنا نعزف من قبل، درست الموسيقى ودرست العزف، لكن اللي عندي حس هكا نحس في روحي عندي غرام بالتوزيع، حتى كي نسمع أغنية معينة نبدأ نحاول نعاود نعزفها ونعاود نسجلها. شوي بشوي بديت على المنوال هذاك لين احترفت التوزيع وخديت فيه دبلوم عند الأستاذ سامي بن سعيد مجال التحية. شلو التحية محمد، باش نسمع أغنية. اي أغنية اللي خذيني هواك. خذيني هواك من تلحيني وتوزيعي وكلمات خليل العبداوي ومكساج وماسترينج سيف حميد. كيفاش تسمعنا مقطع قصير؟ سمعك. يلي خذاني هواك حالف ما ننساك مهما البعد خذاك وطالوا الأيامات. يلي خذاني هواك حالف ما ننساك مهما البعد خذاك وطالوا الأيامات. قلبي احترتي معاه ما لقيت ليه دواء، خيالك ديما يراه وسط الذكريات. عليك الصحة محمد. عايشك مسيح. عايشك محمد. نحكي عن تجربتك الجديدة، تجربتك تمثيل في الفيلم. كل متراج فيلم قصير، أول مرة مش نمثل حتى نعمل دور بطولة في فيلم بون يتيح في جزء معناتها في ربع ساعة درجين هكاك الفيلم تقريبا تاع حسب ما شفنا. هو توا في المونتاج، كملنا التصوير عنده جماعة، وإن شاء الله يا ربي معناتها تكون تجربة بون محترمة ويتقبلوني الناس في صورة الممثل جديدة. بون انا خاطر نغني مشني ممثل، اما اول تجربة في التمثيل ان شاء الله الناس تتقبلني فيها. شو اسم الفيلم؟ تفاح. والمخرج؟ اشرف الميراوي. وجهله تحية. هو التفاحة الناس تقول شنو التفاحة هذه، ولكن التفاحة عندها برشا معاني تو تكتشفوا الفيلم ان شاء الله. هو يهبط على اليوتيوب اول مش يهبط على اليوتيوب، وبعد في دور السينما يبدا ياخذ حظ ان شاء الله. نتمنى لك النجاح والتوفيق. ميرسي عايشك كمان. ميرسي بوكو عايشك. عايشك. ذكر المشاهدين الكرام تجبوا تشاركوا معنا في برنامج توستارز. للمشاركة على طريق الميل تاعنا هو توستارز.تونيزيا@gmail.com توستارز.تونيزيا@gmail.com الميل تاعنا، ولا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك توستارز، ولا على شين يوتيوب تاعي الموجود على أسفل الشاشة. محمد كلمة ختام، شو تحب تقول؟ نتمنى ربي يرفع علينا الوباء على تونس كاملة وترجع تونس بخير خير من قبل. ونحب نقول للناس معناتها يكونوا متفائلين وما لها إلا فترة صعيبة وتتعدى، ولازمنا نتصلحوا بالإيمان والتفائل، وإن شاء الله ربي يعديها على صلاح. إن شاء الله غدوة خير. إن شاء الله غدوة خير. شكرا لك اللي كنت معنا في برنامجنا. مرسي كمان عايشك. مشاهدين الكرام هكا نوصل لختام برنامجنا، نتقابلوا الأسبوع القادم في برنامج ثلاثة ومع ثلاثة. خليك أنت نشم، خليه نغم الأخريني. شو حكايتي من تلحيني أنا وتوزيع نعيم رشيد، كلمات خليل العبداوي، ميكساج وماسترينج عصام محفوظي. نعطيه لكل ذي حق حقه، وباش معناتها كل واحد معناتها ياخذ حقه المعنى. شكرا لك محمد لبيب. شكرا. نختم برنامجنا مع أغنية حكايتي ومع فنان محمد لبيب. بسلامة. Thank you.
صفحات طويلة حكايتي كاتبها بدمع عيوني ما حسبت تكون نهايتي لأيامي خنوني صفحات طويلة حكايتي كاتبها بدمع عيوني ما حسبت تكون نهايتي لأيامي خنوني والأحزان واستحياتي نفرح ما خلوني نخبي دمعتي على خدي فضحوني والأحزان واستحياتي نفرح ما خلوني نخبي دمعتي على خدي فضحوني وعلاش يضيق به الحال تضيع وسط الناس ويصير في الكل يشري بي مسكين وحده غريب ضيع سبيله ملقاش رفيق ملقاش رفيق يا حروف شعري قداش فيك معاني سطرين فرحة وباقي السطور حزان ما زلت نحكي وما زال يقول لساني والموت لازم على كل ما وإنسان يا حروف شعري قداش فيك معاني سطرين فرحة وباقي السطور حزان ما زلت نحكي وما زال يقول لساني والموت لازم على كل ما هو إنسان بين السطور مشينا ضعت خطانا ما بين عرض وطول وسط الطريق عينا ودرب الحياة ما زال بينا يطول بين السطور مشينا ضعت خطانا ما بين عرض وطول في نصف الطريق عينا ودرب الحياة ما زال بينا يطول وعلاش لبيك بالحق يضيع وسط الناس ويصير في الكل يشري بيع وعلاش لبيك بهالحال يضيع وسط الناس ويصير في الكل يشري بيع مسكين وحده غريب ضيع سبيله ملقاش رفيق ملقاش رفيق